احتفالات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية انطلقت بمدينة ماسينيا عاصمة إقليمي شاريبا قرمي، وبحضور وزيرة المرأة السيدة إليزابيث كادي وسلطان شاريبا قرمي بن أجي ولي محمد وأبناء المنطقة. تقرير سوريا محمد ورحمة. استضاف مدينة ماسينيا حاضرة إقليم شاريبا قرمي احتفالات البلاد بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة والذي يحتفل به عالميا حتى 8 مارس الجاري، ذلك اليوم الذي سارت فيه المرأة مطالبة بحقها حين وجدت الاضطهاد والاستخفاف بحقوقها المشروعة. فأصدرت الأمم المتحدة بأن يوم 8 مارس ملك للمرأة على نطاق العالم تعمل فيه ما تريد. وقد جاء احتفال عام 2017 بمدينة ماسينيا تحت شعار تمكين المرأة مقدرة لها في أخذها بعين الاعتبار في جميع الحالات. ترأست المناسبة وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي السيدة إليزابيث كاد بحضور كبار المسؤولين من أبناء المنطقة على رأسهم السلطان بن أجي ولي محمد سلطان دار باقرمي داود كينيفور. رئيسة التنظيم مريم محمد نور ألغت كلمة متطرقة فيها إلى أهمية سنافيد بالنسبة للنساء عامة والمغزى من إقامته بشتى المحافظات، وقد شملت كلمتها الشكر للسيدة الأولى هند ديبي إتنو. داود كينيفور تحدث موجها كلمته للجمهور عن أهمية سينافيت وحضور أبناء المنطقة إلى ماسينيا لمشاركتهم في الاحتفالات. إليزابيث كاد وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي في كلمتها الموجهة لنساء المشاركات في الأسبوع الوطني للمرأة سينافيت شملت عدة مواضيع تخص المرأة في الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ودور المرأة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، لا سيما وإن المرأة الشادية تمثل الدينامو المحرك للنشاطات الاقتصادية بالدولة. وقد ركزت في كلمتها على شعار هذا العام الذي سيحفظ للمرأة حقوقها المشروعة دون التعرض لأي من الانتهاكات التي تخدش حيائها وكرامتها.